إليكم آخر أخبار ومستجدات فريق الوداد الرياضي الخاصة بالانتقالات الشتوية ولائحة المغادرين للنادي الأحمر. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. ندوزوا للتفاصيل. التحق الجناح إسماعيل الحداد بمعسكر فريق الوداد الرياضي بمدينة الجديدة، وذلك بعد توقيعه في كشوفة النادي الأحمر حتى نهاية الموسم الحالي في الانتقالات الشتوية، ليكون بذلك الانتداب الرسمي الثالث لفريق الوداد الرياضي بعد الظهير الأيسر أيوب بوشتة ومتوسط الميدان أسامة الزمراوي. يتجه فريق الوداد الرياضي نحو التوقيع لمهاجم نيجيري بالانتقالات الحالية لتعويض الشرق البحري الذي يقترب من مغادرة النادي الأحمر، وبات فريق الوداد الرياضي في طريقه للتعاقد مع المهاجم النيجيري أودي أوغونيس قادما من نادي كاراكاس الفنزويلي في صفقة انتقال حرة بالميركاتو الشتوي. وأشارت بعض المصادر أن اللاعب النيجيري توصل بتأشيرة الدخول للمغرب قصد إكمال جميع الإجراءات الخاصة بتوقيعه رفقة النادي الأحمر بعد الاتفاق الكامل بين كلا الطرفين، وذلك في انتظار الإعلان بشكل رسمي عن صفقة المهاجم النيجيري خلال الساعات القليلة القادمة. أشارت بعض المصادر أنه بعد تراجع نادي الرجاء عن ضم المدافع بدر كدارين دخل فريق الوداد الرياضي على الخط لحسم الصفقة بالانتقالات الشتوية الحالية. وأضافت المصادر أن إدارة الوداد في طريقها لانتداب المدافع بدر كدارين، حيث أن هناك بعض التفاصيل الصغيرة لحسم الصفقة بشكل رسمي. ويذكر أن المدافع بدر كدارين كان قد فسخ عقده مع نادي مولودية وجدة، كما كان قارب من الانتقال إلى نادي الرجاء في المركز الشتوي الحالي.